يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول المؤلف رحمه الله إن الجن يقولون أنا محمد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا إيش؟ كيف نجمع بين قول المؤلف إن الجن يقولون أنا محمد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل بي؟ لا يتمثل بي في الصورة، أما أنه يقول أنا محمد بلسانه فهذا ما يتعارض. وأيضا كيف تقول نجمع بين قول المؤلف وحديث الرسول؟ هذا ما يقال، ما يقال إلا كيف نجمع بين أحاديث الرسول، أما قول فلان نجمع بينه وبين الحديث لا. لكن عرفت إن كلام المؤلف أنه في نسبة الأجل اللي قاله والأحاديث اللي تبلغ الآلاف وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الرسول قالها، هذا يقال ما كذبوا لأنه ما يمكن يتمثلون بالرسول، ما قال هذا أحد. نعم.